تماشيا مع رؤية 2030 ازدادت أهمية الحلول وأيضا الأفكار، لذلك صممت لعبة فلوس. إيش هذه اللعبة؟ تساعد الشباب السعوديين في تحسين مفهومهم لقيمة المال وأيضا من خلال الانفاق والاستثمار والادخار بنفس الوقت. هذا ما كتبته شيداء القرشي عن مشروعها اللي راح نتكلم عنه اليوم، بس خلونا نشوف هذا الفيديو ونرجع لكم على السريع. نصها ممكن يعني استثمر فيها واشتري اراضي عشان لما الاولاد يجوا بعدين يبيعوها. اول شيء اوزعه للناس الفقراء، بعدين الباقي اخليه معايا يصير كل يوم اروح شافي. مع أشياء كثيرة يعني أود بس، لكن ممكن أشتري شركة. كنت أعرف نفسي تاسع عائل ممكن أقعد ترافل كان لندن أو لوس أنجلوس. استثمر، انفق، ادخر، وهذا كان مشروع شيداء القرشي خريجة تصميم جرافيكي وهي اللي مشرفتنا اليوم. ما شاء الله شيداء، ايش الابداع هذا؟ تسلمي، شكرا. يعني اتوقع كل المشاريع الناجحه تكون في الفلوس، صح؟ توافقيني الراي؟ ان شاء الله. ليش من كل المواضيع اخترتي انه يكون الوعي المالي هو فكره لمشروعك التخرج؟ طيب، هي اساسا الفكره بدات فيها لانه انا ضايق من نفسي كثير انه ما اعرف اتصرف مع الفلوس، ما مسرفه بالضبط. يعني ما تعلمت التعليم الكافي او يعني اللي استفدت منه كثير في المدرسه او في الجامعه او اي شيء زي كذا، فحبيت اصمم حل لهذه المشكله افيد نفسي بيها وافيد الناس التانيين كمان بالذات الصغار. طب كيف ممكن تلعب هذه اللعبه ولعبه فلوس اللي معانا اليوم، وايضا ايش الشريحه المستهدفه لهذه اللعبه؟ الشريحة المستهدفة للعبة هي الأطفال اللي أعمارهم بين 10 و 18 سنة أو اللي يعني في مرحلة حيزعلوا منك 18 سنة أطفال حيزعلوا يعني منك. أحد ممكن يلعبها، بس هذه الشريحة الشباب والبنات ممكن أيضا طبعا يلعبوها. أيوة، الشباب والبنات. وكيف تلعب؟ إيش فكرتها؟ لعبها بسيط بس تتضمن كم شيء لازم يسووه في البداية. دحين هي أساس اللعبة اتخاذ القرارات، فأنا بعلم هذول الأطفال، بحط كني في يدهم فلوس، يعني بأوهمهم إن هم عندهم مبلغ في يدهم يقدروا يستثمروا فيه أو يدخروه أو يتصرفوا فيه بشكل عام، فيحسوا بالمسؤولية. بداية كل اللاعبين يبدأوا في البداية ويأخذوا كرت من كروت البداية اللي يوريهم مبلغ معين يبدأوا فيه. أو أبدأ بمليون، أو ممكن تبدأ أيضا ب20,000. هذه المبالغ طبعا وهمية ما هي حقيقية. أيوة. أبدا، عشان لا تحاولوا ولا تفكروا أيضا في فكرة هذه الحركة. فكرتها انها تفهمهم انه الناس ارزاق في الواقع، يعني مو كل الناس عندهم نفس كميه الفلوس. حلو. او القدرات الماديه. حبيت. بعد ما يختاروا يستلموا الفلوس اللي جاتهم على الكرت، يختاروا اذا يبغوا يبداوا في مسار خط المهنه او الاستثمار. خط المهنه في فرصه واحده بس يقدروا يختاروه، ولما يختاروه يسحبوا كرت من كروت المهنه في له الراتب والمسمى الوظيفي. ما شاء الله، يعني صراحه اللعبة يعني صراحة تحفة، إبداع. شكراً، تسلمي. فعلا إبداع، يعني أنك تبدي بهذه المهارات وللأطفال، وممكن أنهم يحددوا مسارهم من عمر صغير ويعرفوا هم إيش يبغوا يكونوا لما يكبروا، سواء في استثمار أو في مهن مختلفة. مبدع، كملي لي، خلينا نشوف لين وين الابداع راح يوصل. اذا ما حبوا يبداوا بالخط المهن ممكن يختاروا خط الاستثمار. الحين زي ما قلت، خط المهن في فرصه واحده بس تاخذيه، لكن خط الاستثمار في كذا فرصه زي ما شايفين انتم هنا، الطريق يتفرق. فلما يختاروا يستثمروا ياخذوا كروت من كروت الاستثمار عليها المسمى حق الاستثمار والدخل وتكلفه الاستثمار نفسه. جميل. في كمان نقطة زايدة اللي هي نقاط الشبكة. نقاط الشبكة فكرتها انها توعيهم عن انه في الحياة العادية الناحية الاجتماعية حقت الشخص دائما تفتح له فرص، فممكن تأثر عليهم مادية، فحبيت احطها في اللعبة لانه هذا الشيء ما نتعلمه من الناس، نتعلمه من تجارب. صحيح.
إذا حبوا يستثمروا أو يروحوا في خط المهن يكملوا في اللعبة ويواجهوا تجارب واقعية. حلو. زي مثلا إنهم يزوروا دكتور أسنان ويدفعوا، أو إنهم يسافروا أو يشتروا لوازم أو يوصلوا إنهم يستلموا راتب. وفي هذه الأشياء يمروا فيها وتفهمهم إنه في الواقع هذا الإنسان البالغ بيمر فيها في حياته العادية. جميل جدا. طب يعني كثير الألعاب اللي بنشوفها وفيها فلوس واستثمار، في لعبتك شيداء إيش المختلف واللي حاولتي أنك تسلط الضوء عليه أكثر؟ حبيت طبعا أنا يعني شفت لاحظت في السوق أن معظم الألعاب اللي تضمن الفلوس تعلم الطمع نوعا ما، زي مثلا لعبة مونوبولي كثير شبهوا لعبتي بلعبة المونوبولي، لكن لعبتي تفهمهم الأطفال بالذات في هذا العمر، تفهمهم المسؤولية، توعيهم عن إيش هم ممكن يكونوا يقدروا يسووا لما يكبروا. فهي اللعبة مسارها يمثل تقريباً 40 سنة من حياة الشخص، عشان كده هي تنتهي عند التقاعد. لمن يوصلوا للتقاعد يعدوا الفلوس اللي بقيت معاهم عشان يفهموا هم قراراتهم فين وصلتهم. طب أكيد يعني شيداء أنت أجريتي أبحاث عشان تصممي هذه اللعبة بالنهاية وتطلع للناس، وخلتك تفهمي أكثر تفكير شريحة الأطفال قد إيش هم بيفكروا بأي ناحية وبأي طريقة وأي اتجاه أيضا في التعامل خصوصا مع الفلوس. يعني زي ما شفنا في التقرير بعض الأطفال اللي قالوا تفكيرهم مختلف من طفل لآخر. في أطفال قالوا نحن نبغى مثلا نعطي الفقراء، في أطفال قالوا نبغى نسافر نسوي شوبينج نبغى ونستثمر في نفس الوقت. فإيش الأبحاث اللي سويتيها عشان بالنهاية تطلع لهذه اللعبة؟ طبعا أكبر جزء من مشروعي كان البحث. أنا بدأت بالبحث وعشان كده توصلت لهذه الفكرة. خلال البحث حقي لقيت أنه أساس المشكلة كان أنه الوعي المادي ما كان عند الكبار، الكبار هم اللي يعلموا الصغار، فلذلك أنا قررت أستهدف الصغار في اللعبة حقتي. طبعا الجزء الثاني اللي مرة استفدت منه زي ما ذكرتي في الفيديو حقي بيّنت كيف الأطفال عندهم وجهات نظر مختلفة عن بعض عن الفلوس. صح. فأنا ما أبغى أوحد وجهة النظر إنه الفلوس لا ما هي ممتعة، ما هو شيء تقدر تلعب فيه، لا بالعكس تقدر تكوني حكيمة في الطريقة اللي تصرف فيها فلوسك، تقدر تستثمر فيها، يعني فيها ذكاء وفيها كمان مهارات. من خلال البحوثات اللي سويتيها شفتي انه فعلا الطفل من عمر صغير نقدر نوعيه وسهل انه يكبر على مبادئ واسس يتعلموها من الالعاب، مو غلط. بالضبط. الكبار هل ممكن اذا لعبوا هذه اللعبه يتغير تفكيرهم نحو الماده ولا لا؟ طبعا طبعا، لانه هي اساسها انه المرور بالتجارب هو اللي يعلمهم، لانه لما تنحط في الحياه العاديه، يعني لما تنحط في موقف حتضطري تفكري مره كثير وتلعبي بالاشياء اللي يعني عندك، هي مثلا الخيارات اللي لازم تاخديها. بس لما تصغريها وتحطيها في لعبه، يعني لازم كل اللي يلعبها يعني يتعلم زي ما يتعلم في الحياه العاديه. حلو. طب خلينا نتكلم عن التصميم، الالوان، الديزاينات اللي اخترتيها في هذه اللعبه، بناء على اي اساس حطيتيها او اخترتيها؟ طبعا كل شيء في اللعبه مبني على بحوثات. الالوان اخترتها متنوعه عشان تصير تلفت النظر. انا كمان لازم افكر فيه كمنتج، اذا شفته بين الالعاب الثانيه هل حيكون ملفت، هل حيكون مندمج مع الاشياء الثانيه، هل حيكون مختلف. فعشان كده حبيت اخلي التصميم من اجزاء منه من رسم يدي، فاخلي فيه لمسه يعني مختلفه، وغير كده الالوان تكون فاتحه وملفته، وانه يكون بسيط كفايه انه ما يكون مزعج، لكن يكون فيه تفاصيل كفايه انه يكون ملفت. طب جميل. يعني انا اول شخص اتحمس لهذه اللعبه ونفسي فعلا العبها، وانا متاكده ايضا مشاهدينا محتاجين هذه اللعبه لاطفالهم عشان يعلموهم من عمر صغير ايش مصير هذه اللعبه، متى ممكن نشوفها في الاسواق. باذن الله راح اطورها اللعبه اكثر واكثر، ان شاء الله لما اوصل لمرحله احس اني اقدر احطها في السوق، which is in the process دحين، حانزلها. لسه ما فكرتي يعني؟ فكرت فيها، بس انا مره يهمني انه التجربه حقت اللعبه حقتي مره تكون قويه. ما ابغاها تكون تجربه عاديه، ما ابغاهم ينسوا اللعبه، ابغاهم يتحمسوا يلعبوها كل مره، يعني يتجمعوا او كل مره يعني يفكروا في هذه المواضيع. خلينا نقول لك اول شيء الف مبروك التخرج شيداء القرشي، اخيرا وفاينلي. اتوقع هذه اللحظه مستحيل تنسيها، ولحظه تاريخيه في حياه كل بنت تخرجت من الجامعه على فكره. والف مبروك ايضا على تصميم هذه اللعبه الرائعه اللي نالت استحسان الكثير، ومترقبين انها تنزل بالاسواق عما قريب. وايضا مشاهدينا المزيد من مشاريع فتياتنا واسماء الله الحسنى وحياتنا بعد الفاصل.